تعتبر شركة هاي ووش من الشركات المساهمة المصرية التي أدخلت تقنية النانو سيراميك إلى مصر ابتداء من 15/1/2016 ببث حملات إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لبث روح الوعي بتقنية النانو سيراميك وتنشيط ثقافة العميل المصري عن أهمية هذه التقنية لحماية السيارة وحرصا منها على عميلها للمعرفة بما هو جديد في تكنولوجيا حماية السيارة على مستوى العالم. ولاختبار قوة هذه التقنية قررت شركة هاي ووش لاختيار أول فرع لها محافظة الأسكندرية بفصل الشتاء لاختبار مدى فعالية هذا المنتج. وحرصت شركة هاي ووش على حماية ثقة العميل بها حيث قدمت له ميزة الصيانة لأول سنتين بعد دهان سيارته مجانا ومتابعة السيارة كل 6 أشهر مجانا. وأيضا حرصت هاي ووش على استيراد خاماتها من ألمانيا وحرصا منها على الحصول على أعلى مستوى من الجودة من المنتج ليحوز على رضا عملائها. وأيضا هناك الجندي المجهول المهندس هشام عواجة رئيس مجلس إدارة شركة هاي ووش لسيراميك السيارات.